باقيكم من ناحيتي ممنوع منعا باتا. واحد يجي يصيح مرته ويقول لها تسوي لي اكل لو غسلي لي هدوم وحق من انزل القران ماكو اشقه بالنص اللي يجيب طاري مرتي بعد ماكو واحد يوصيها ولا احد يصيحها ولا احد يسخرها ما يشتغل عندكم. خير اخويا صدق كذب اقول لك وذا قال لي يعني عليك وذا كنت انا غسل ملابسي ويا مثل اختي ويا صلى على محمد ترى زوجتك ترى واحنا يا اخوانك مبروك زينتك ولا صوت النغد شنو يعني؟ باكر عقبال الزواج ما كنت خدمه غسل ملابسك صار غدا شو الفرق بيناتنا؟ يا اخوي قول يا الله صلى على محمد. ايه شكو بيها مو تدلل صديق كذب انت خلي تسوي لك غدا وذاك تسوي له مدري شنو وجيب تلبسكم جواريب وبحجة اختنا هاي الكلاوات عليها ما تمشي بعد اخوكم وش وقت تتزوجون انتم بالله؟ الى متى احنا نبقى نخدم بيكم؟ اسمع بعض البيت ابوي مسجله باسمي خاف ما تدرون ومنا ورايا تشيلون غراضكم والباب يوسع جمل كل من يخدم نفسه بنفسه هاي اخر مره او اقلكم عليه من اخر مره هسه تقومون وهي راح تخدمكم اخر مره تشيل جنطكم وتشمرها بالشارع ما اريد اشوف واحد منكم هنا فهمتوا؟ بس ايش ما راح اقول لك بس اقول حسبي الله ونعم الوكيل عليك هو هذا مدفوع علي مثل ما زوجته دفعت على امي وطلعتها برا وهسه دفعت علينا وريت لنا برا خويا هذا مدفوع شو اسوي انا؟ احنا ما قلنا شيء ترى قلت له بس غسيلي ملابس وانت طلبت غدا مو لو لا؟ ما له داعي سوالف يعني هو والله العظيم ابوي قال هذا نقص خليك ننتظر بس الساعة بكذا الله يهدي وتبعد اعصابك خلينا ننتظر انا ما يصرف لا الحج زين لو لا؟ شنو ما يخالف ما يخالف؟ صايع علي على مدمرتي؟ ماما كان اخونا كبير خليني اتحمل لو مو اكبر من الا قوم فجأة والله خليني اشوف ما توصل عليك شنو؟ شو بعدكم هنا ما شاء الله؟ الافندي اجيب لكم فراش تنامون؟ اصيح الخادم وما خلفوكم اجيب لكم سم؟ قوم لا يلا قوم برا قوم لي قوم لي ايوه صايع عليك انت شنو؟ قوم والله العظيم انت صدق ما تستحي والبيت بيتنا زين لو لا؟ بيت ابونا ما لك حق تطردنا انت زين لو لا؟ ولك والله عيب عليك ولك انا اخوتك من لحمك ودمك تالي ما ترى مرتك تالي ما تالي مرتك تقى براسك وتطرد اخوتك احنا والله عيب عليك كل شيء ما راح اقول لك بس راح اقول لك هاي حكايتك راح تندم عليك ويجي يوم تندم قال ما تحكي فيك يا مدري مرتي تروحون في الولد تراب تمشي عليه مرتي اتبع عليه يلا منها